الو، يا ماجد. لا انا تمام. تقول مين؟ رامي سمير، اكيد طبعا فاكره. كلمني من يومين عشان يعزيني فارول بارتي. يعني هو كمان مهاجر؟ ايه يا جدعان، هو في ايه؟ كل الشله هتهاجر ولا ايه؟ وبعد كل عملية فلوسك هتتحط في حساب باسمك في بنك اس دي بي فرع مدريد في اسبانيا. انت هنا ازاي؟ والله انا المفروض اسالك السؤال ده. عامل ايه؟ انا تمام. ايه اللي جابك هنا؟ انا باجي هنا من امبارح مستنيك تظهر. شكلك عايز تقول لي حاجه مهمه. هي البلد فيها حاجه اهم منك دلوقتي. الناس مالهاش سيره غيرك. الداخليه مقلوبه وابو العزم متجنن ولسه ما يشوف واخرتها يا جمال. والله تسأل نفسك السؤال ده، واحنا بنعمل كده ليه واخرتها ايه؟ ما ترد عليا، مش انت دخلت الجهاز ده قبليه؟ اوامر يا جمال، عملنا الاوامر ونفذناها، وانت عارف الاوامر ما بتتناقش. اوامر وكل مصلحه البلد ونعمل كل حاجه من غير ما نفكر، مش كده؟ قول لي حاجه واحده بس عملناها في مصلحه البلد. قتل وخطف وتفجير وكله في البلد دي، وفي نفس الوقت عايزين نطلع مصلحة لنفس البلد. طب قول لي ازاي؟ هو احنا مع النظام ولا ضد النظام يا علي؟ دي حال الدنيا من يوم ما ربنا خلقها. الكلام اللي مصدع بيه نفسك ده عمره ما هيريحك. اللي هيريحك حاجة واحدة بس، انك تنفذ المطلوب منك وبكفاءة. وانت بقى مقتنع بالكلام ده؟ حتى لو ما اقتنعتش هيفيد بايه؟ يا اخي تفهم، تعرف مين اللي ورا كل ده؟ هو واحد او اتنين او مية، واللي كل يوم بيزيدوا ومشاكلهم ضد بعض بتكبر وطلباتهم بتكتر. واحنا ايه؟ بنخدم عليهم؟ ده النظام واللي انت وافقت عليه من الاول وخلاص انتهى ومش هيرجع تاني يا علي. انت حر، بس انا ما اقدرش اقول لا. يا اخي ليه؟ ليه؟ انت قلتها، شوف قرارك ايه؟ يا علي احنا كنا ظباط ومشينا في طريق غلط. مش عيب ان احنا نغلط. العيب ان احنا نغمي علينا ونفضل مكملين. اختياري يا جمال. زي ما انت اخترت. قول لي اساعدك ازاي؟ تفكر في اختيارك. مش عشان تساعدني. عشان نساعد بعض. علي اهدى على نفسك يا شاوي. وانت ايه اللي جابك هنا؟ اللي جابه انا هنا من امبارح ما اعرفش. امال اللي ابو العزم مكلفني ليه بالمهمه دي؟ ما انت عارف ابو العزم بيشك في صوابع ايده. يلا بينا، المكان قدامك. لو عايز تفتش فتش يا شاوي. مالك يا فتحي؟ اللي مصحيك لحد دلوقتي يا اخويا؟ تعرفي زينات،
انت الوحيده في نسوان الثلاثه اللي بتقول لي يا فتحي. ببقى قربت انساله لكي. انا الاصل يا فتحي. طبعا يا بت، ولا ملوش خير في اصله ملوش خير في حد. حلو الكلام. طالما انا الاصل يا اخويا، مش الاصل ده محتاج يفرع ويتجدر في الارض علشان زناد؟ قلت مش عايز كلام في الموضوع ده. انا في 100 طاحونه بتدق في دماغي ومش ناقص. لو شفتني خلفت من واحده من النسوان الثلاثه يبقى لك الكلام. يا اخويا ما حبب على قلبي انك تجيب عيال يشيلوا اسمك واخدمهم لك. يوه قلت لا يعني لا. انا مش هخلف وربي واكبر وتيجي طلقه ببلاش تاخدهم مني. حصل سيد اخويا مش عايز اشوفه في حد تاني. خلاص يا اخويا خلاص حقك عليا ده معلش ما تزعلش. الا بقول لك ايه، هو مين الراجل اللي جالك النهارده ده؟ شكله عزيز عليك قوي. ده واحد معرفه قديمه قوي، حبيبي من زمان وليه دين كبير في رقبتي. دين كبير قوي. وانا كل مره الحاجه بوب ولا ايه؟ يوم هنكتب لي عمر جديد على ايده. بس اللي مزعلني اني قصرت معاه. بس غصب عني والنعمه. قصرت معاه في ايه يا اخويا؟ شغلانه كده تخص واحد من طرفه. بس اتلوى دراعي فيها وباظت. بس تتعوض. احنا هنروح من بعض فين؟ نام انت يا اختي. وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئاً وهو إيه؟ شر لكم. كده ولا إيه؟ بس هو البني آدم مننا كده ما بيتعص غير بعينيه، وإنت عينيك ورمت من الاتعاظ. أنت بتقطمني فيه بس يا شيخ عبد الحكم؟ وأنا أول واحد ولا آخر واحد يجري ورا الكومة واللي زيهم؟ والإخوة كلهم بيدوروا شغلهم معاهم، عشان أنا بس اللي مبخت. كشفت في ملعوبة بلسة علشان ما انتش حويت يا نوح ونيتك مش خالصة. جريت لوحدك لا سألت ولا خدت المشورة وقلنا ماشي. مضاك على عقد يمص دمك بيه وهو شايفك وانت بتهر عليه. انت حر؟ لا وايه؟ مربي لي حي عندك في البيت. تضمن منين ان البنت الرقاصة دي مش هي اللي فتنت وخبصت عليك؟ فيها شيخ عبد الحكم، ما الاخوة ما قالولكش ولا ايه؟ الست اللي انت بتتكلم عنها دي مراتي. وما انتش مكسوف؟ اتقي الله يا شيخ. مالها يعني؟ هتوبها واخد ثوابها. ده في ايه بقى يزعل الاخوه؟ الاخوه لسه ما زعلوش، بس لو فكروا انت اللي هتزعل. اهو درس وتعلمته، بعد كده ما تخطيش اي خطوه غير لما ترجع وتسال وتاخد الاذن. أميرو أماريم أماريم، أنت رحت فين؟ أنت صحيت يا سي علي؟ هي الساعة كام دلوقتي؟ مش لاقي ساعتك. ساعتك وكل حاجتك محطوطة على الترابيزة هناك. هو أنا نمت قد إيه؟ أوه ما تعدش، ده أنت حبة عيني كنت جعان نوم. أمي دايما كانت تقول لي إن النوم ده سلطان، والسلطان ما يحبش الدبدبان. ده ايه؟ بان. طب اظهر وبان وعليك الامان. لا 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 هتعمل ايه؟ ده انا عامله لك اكله ترم عظمك. وايه ده كله؟ ده كوارع وممبار ولحمه راس وسلطه وكل حاجه انت بتحبها، ولا ابو اشرف بتاع الجياره ده. طب ما كنت حطيتها على السفره بره. سفره ايه يا حبيبي؟ وانا اتعبك برضو انت تاكل هنا في سريرك. عارفه يا مريم، انت بتفكريني بعمتي. لما كنا نروح البلد في الأجازة كنت أحس إنها ما بتنامش، بتفضل سهرانة ودايرة تخدمنا واحد واحد. كانت تجيب لي الأكل كده في سريري زيك وتأكلني بإيديها وتقول لي كل يا ابن الغالي. كانت بتحسسني إن أدهم الشلقاوي في زمانه الجاه والسيطرة. طبعا يا سي علي، هو أنت في زيك؟ وأنا كنت أحلم إن أنت تكتب عليا وتسددني كده؟ ده أنا ما كنتش أحلم حتى أشيل مداسك. أنت تستاهلي يا مريم، تستاهلي تخدميني.
يو بقى كل. انا متشكر انك وافقتي تقدميني، حاسس ان في اعتذار كان لازم اقدمه عند اخر مره. لا خالص، حضرتك كنت بتشوف شغلك وضايقك اني خبيت معلومات عنك. اي حد فينا بتبقى رده فعله كده، خصوصا وسط التوتر والقلق اللي احنا عايشينه. مهنه الاعلام مرهقه شويه، خصوصا وسط الرقابه والمحاذير المفروضه دايما. هو انت شفت اللي حصل امبارح؟ للاسف بضطر انام بدري، بس ده مش معناه اني ما بشوفش برنامجي، بالعكس انا بتابعه كل يوم الصبح قبل ما بنزل. بس عرفت من الجرايد ان الحلقه اتوقفت على الهواء. هو البرنامج كله اتوقف، بس عادي، يمكن حتى اتاخروا في اخذ القرار. ينفع اسالك اذا كان ده بسبب كلامك عن ثروه زيتون في التحقيق؟ هو انت سالت فعلا، يمكن جزء منه يبقى بسبب كده. وهتعملي ايه بعد كده؟ ولا حاجه بصراحه، انا كنت عايزه افصل وهدي اعصابي شويه. مين سمعك؟ انا كمان نفسي اعمل كده من زمان، بس للاسف ظروف الشغل بتمنع. او يعني تقدري تقولي اني كائن بيتوتي شويه. بيتوتي؟ حتى لو عندي اجازه ما بعرفش استمتع بيها بره. انت عارف ان الكلمه دي بقالي زمان ما سمعتهاش؟ ده كان في واحده صاحبتي دايما بتقولها. انا كمان سمعتها من واحده كنت بحقق معاها، كاتب التحقيق لاص وما عرفش يكتبها، قعدت ملان. اوعى تكون دي صاحبتي. يا صاحبتك كانت قاتله مزاجها. لا انا ما عنديش صحاب يقتلوا ابدا. خير، حضرتك كنت عايز تشوفني ليه؟ ما بلاش حضرتك والرسميات دي، شايفانا يعني بره المكتب كابتشينو وبيتوتي. اوكي. يعني هو مجرد اعتذار وحبيت اطمن عليك. مين؟ ما تخافيش يا أمي. أنت مين يا ابني؟ أنا مأجر الأوضة دي من أسماء وقاعد فيها. مأجرها؟ أهلا وسهلا بيك يا ضناي. أنا خالتك أم مانسي، جارتك هنا في البيت. خلي بالك على مهلك. ما تخافش عليا، السطوح ده خد مني رقاه. يا أهلا وسهلا بيك. يعني هو كده برضك صح؟ يبقى عندنا جيران جداد وادخل عليك بايدي فاضيه، ابقى جايبه اكل للحمام والعصافير وما اجيبلكش طبق عاشوره من ايديا. تسلم ايديك يا امي، ما جيتش على الاكل يعني. منسي ابني راح العراق من سنين، من كترهم بطلت اعد. اخر مره سمعت صوته فيها وهو بيكلمني من هناك، قلت له ازيك يا ابني، عايش ازاي وبتاكل منين؟ قال لي ياما ما جاتش على الاكل. نفس كلمتك، مش ناسياها، كنت سامعه جواها صريخ زي عيل صغير، زي اللي انا سامعه جوا منك دلوقتي وانت عمال تكتب. اكنه واقف قصادي يا حبيبي. ساعات كتير بيبقوا واقفين قصاد بعض، بس كل واحد فيهم بيروح بعيد عن التاني. طب وانت رحت فين؟ مش عارف، بس اللي متأكد منه ان انا سبت مكاني من ساعة ما كل حاجة اتلخبطت وراحت في حتة تانية، من ساعة ما الحب والكره سكنوا قلب واحد، ساعة الكذب والصدق بقوا في كلمة واحدة، وانا عمال بجري. بجري ورا مين؟ ولا مين بيجري ورايا؟ ده اللي انا ما اعرفهوش، بس الحاجه الوحيده اللي اعرفها
الغجع هو اللي لسه قاعد مكانه، قاعد جوانا وعمال بيصرخ وبس. هون عليك يا ضنايا، لما قلت ليش انت اسمك ايه؟ اسم الجبالي. اسمك من بختك شايل حمول، دور على اللي يشيلها معاك يا ابني، العمر لسه قدامك طويل. ايوه حاسة بيك يا ابني، حاساك بتقطم في الكلام زي اللي بيقطم لقم العيش، زي اللي عايز يبعد مش طايق حاله ولا طايق اي حاجة حواليه. صح، انت عندك حق، انا لازم ابعد لاني خلاص ما بقتش شايف اي حاجة. عمر الشوف ما كان بالنظر يا ابني، حتى وانا هنا برضو مش حاسس حاجة. في صوت رجلين غريبة طالعة يا ابني، دقتهم ناوية شر. جبالي No, I sent it on time. Until now, I didn't get the results. Yes. Under the name of Mona Wahba Khulif. No, I didn't get anything. I just checked my mail now. Okay, thank you. خير يا منى يا حبيبتي. بتزعقي مع مين على التليفون؟ دول بتوع المعمل في أمريكا يا دادا. بقالهم يومين ما بعتوليش نتيجة التحليل. دي بتاعت خليف بيه. طمنينا يا حبيبتي، في إيه؟ لا يا دادا، دي مش بتاعت بابي. ايه يا منى حبيبتي؟ دي نتيجة التحليل بتاع الدي ان ايه بتاع رامي، في مشكلة. مشكلة ايه؟ تفضل الشر. علي مش ابوك. لو ست مش ابوه ازاي؟ خلاص يا دادا خلاص. أنا كنت شاكة زي ما حكيت لك ودلوقتي اتأكدت. يبقى لازم تقولي لي حالا مين ابوه؟ بقول لك ايه يا دادا؟ اوعي تتكلمي في الموضوع ده تاني ولا حتى مع نفسك، اقفليه نهائي، مفهوم؟ الحمد لله يا رب. ليه كده يا منى يا بنت؟ شوف يا فاروق يا ابني، باشا كبير وعارف انهم ضحكوا عليك، استغلوا فارك ورموا لك شويه فلوس. معلش غلطه، كلنا بنغلط، بس فكر تاني يا ابني، الفلوس اللي انت اخدتها للاسف هتتدفن بيها حي، ومراتك وعيالك مش هيلحقوا يتهنوا بيهم. اصل انت مش عارف عملت ايه، دي مصيبه كبيره. اخدت منهم كام؟ مش مهم الفلوس يا بدير، عايز اعرف مين. 50,000 جنيه، والله العظيم خدت 50,000 جنيه. بقول لك مين؟ باشا بدر شغل، هيقتلني يا باشا لو قلت ابو سيدك. قول لي مين وانا هفرمه. قول يا ابني، ما تضيعش نفسك هدر. طليق مرات حضرتك يا باشا، جمال الجبالي. جمال يا فندم، بعد اذنك عفيني المره دي. هي عزومه عفيت منها، انا ما احبش اسمع الكلام ده للناس بتوعي. من امتى احنا بنوضح او بنتناقش في المكالمات؟ انا بكلمك المكالمه دي استثنائي لان عارف انت ايه، وعارف كويس انك هتسمع الكلام. اللي بتعمله خطر وانت عارف نهايته كويس. مفهوم مفهوم سعادتك. سمعتي؟ سمعتها قد 100 مره، الكلام واضح يا ليلى، مش هو اللي عملها. امال التهديد اللي اتقاله ده ايه؟ ورد عليه مفهوم سعادتك مفهوم في ايه يا رب؟ مش بس المرات، بيقولوا مرات كتير قبل كده. ده
تعالي بقى نراجع الحوادث والكوارث اللي حصلت واللي اتلفقت لمسجل خطر، وانت هتلاقي السجل كله جاهز. واحنا شعرفنا احنا جاي التحقيق يا لالا. فيه يا روبان انت مش معايا ليه؟ ده كان ضابط في امن الدوله، واللي بيكلمه ده ليه وف امن الدوله وبيقول له مرات قبل كده. دي حاجه زي شبكه او تنظيم سر بينفذ عمليات من دي كتير. لالا ما تزعليش مني، واضح ان انت واخده الموضوع بتحيز واضح ضد جمال. بصي انا مقدره اللي انت حكيته لي عن علاقتك بيه زمان، بس افرضي بقى ان في احتمال 1 في المليون ان جمال بريء، يبقى اللي انت عاوزه تاخديه بذنب خيانته ليكي ده اسمه ظلم. اللي عمله معايا كان اسمه ايه؟ مش ظلمي برضه؟ حسي بيه وقتها؟ اكيد لا، يبقى من العدل انه يحسي بيه دلوقتي. ما تعمليش حاجه تندمي عليها. ندمت كتير، ندمت وانا مستنيه حد ما اعرفوش، وانا واقفه حساب معاد ما اتفقناش عليه. ندمت وانا بتمنى احلام ما حكيتهالوش ولا سمعها مني. شبح ما كانلوش اي وجود. اكيد مش هندم يا ربا، اكيد. ده اشرف. الو. ايوه اشرف، انت فين؟ ايه اللي حصل؟ انت كويس؟ لا انا عند ليلى. طيب هقولك نتقابل فين. طب وهم عرفوا مكانك منين عشان يكبسوا كبسه زي دي؟ والله يا بابا في جزء احتمال، يا مراقبين تليفون اشرف يا مراقبين اسماء نفسها. بص يا جمال، بصراحه من ساعه ما كنت عندي في اخر مره في العزبه انا ما كنتش عايزك تخرج، بس انت اللي اصريت. انت عارف يا جيم ان العزبه هنا امان ومحدش يقدر يهوب عندنا. ما انا شكلي فعلا هفضل قاعد عندك هنا لحد ما اشوف الدنيا بره فيها ايه. بيتك ومطرحك وكل اللي هنا اهلي ورجالتي، يعني اتحرك في البيت كانه بيتك بالظبط. تعيش يا بابا. اتفضل يا سيدي، ده اللي انت طلبته مني واكتر. مواعيد خروجه ورجوعه، مواعيد مراته، مواعيد الباص اللي بيودي حفيدته كيكي المدرسه ويجيبها من المدرسه، الدليفري بتاع السوبر ماركت، الادويه اللي بتجيلهم من الاجزخانه، ولو عايزني كمان اعرف لك عدد القمصان اللي بيوديها للمكواجي اعرفها لك. لا حلو كده يا بابا. ما قلتليش انت ناوي على ايه؟ والله يا بابا لسه مش عارف، بس مفيش حاجه تخرجني من اللي انا فيه غير ابو العزم ده. هو ده اللي مدورها كلها؟ مش بالظبط، بس ده اول باب لازم اخبط عليه. طب وافرض لقيت ورا الباب ده 100 باب؟ هفضل اخبط لغايه ما حد يفتح لي يعرف اللي عايز اعرفه. يما انت فاهم بقى اللي هيحصل. انا معاك في المشوار ده، وانا اكيد احتاجك. ياه ده احنا معنوياتنا بقت في السما خالص، وعامله لي نسكافيه وجايبهولي لحد عندي. وانا كان دمي تقيل قوي كده؟ ده انا كان نفسي اصورك وانتي قافله من الدنيا يا بنتي، خفت اطول معاكي في الكلام تقومي تطرديني من بيتي. يعني ما كانتش هتوصل للدرجه دي. لا شكلها كانت هتوصل. انتي عارفه انا كنت مرعوبه قوي على اشرف، ده الشخص الوحيد اللي واقف جنبي وساعدني من غير ما يكون عاوز مني اي حاجه. يا حبيبتي انتي ما اديتيش لنفسك فرصه اصلا علشان تشوفي حد يساعدك ولا لا. هو في ايه؟ هو في حد حاول يساعدك قبل كده وما قلتليش ولا ايه؟ لا طبعا حد مين؟ بطلي كلام فارغ. لا شكلك مخبيه حاجه و... ايه ده؟ في ايه؟ البار الزفت بعت لي تاني. الغبي بعت يهددني تاني. التصوير بس وافقت علشان حضرتك وعلشان عارف انك عاقله مش هيدوا منك لا كده ولا كده. طب وبعدين؟ بعدين ايه؟ انا ولا يفرق معايا الحمار ده هيودي نفسه في 60 ده. معلش يا اشرف مش عايزك تزعل من بوبو، سوى كان قلقان عليا مش اكتر. لا خلاص انا مش زعلان، انا فهمت، بس اللي مش قادر افهمه حاجه واحده يا جمال. اخرتها ايه؟ اللي حصل لك في المكان اللي انت كنت مستخبي فيه ده ممكن يحصل لك تاني هنا ويتقبض عليك، وانا معاك ممكن تهرب مره واثنين وثلاثه، بس لحد امتى؟ انا مش محتاج اسمع كل الكلام ده، كل الاسئله اللي جواك كان عندي قدها 100 مره، أنا عايز اللي حلها لي يوقف جنبي ويساعدني. معلش يا جمال،
ما يصف. مش موضوع اسف، انا عارف ان انت خايف عليا، بس لو مش بالطريقه اللي انت بتفكر فيها يبقى بسلم روحي بنفسي. انا قلت لك اشرف قبل كده اللي حصل ده مزاجي مش غصب عني، ما ينفعش معاه لا قانون ولا ادله لانه اصلا ضد القانون، فزي ما ابتدى كده لازم برضه يخلص كده. ماشي، طب لحد ما ده يحصل انت مأمن لبوبو ده؟ واثق فيه يعني؟ انت بقى كنت بتشتغل يا فتحي؟ قول لي يا بوب، مفيش حد بيقول لي يا فتحي دي خالص. ماشي، تشتغل يا بوب. هكون بشتغل ايه يعني؟ دكتور في الجامعه زي ما انا بشتغل دلوقتي، بس زمان كنت واحد من بين مليون واحد، دلوقتي بشتغل مع كبار زيك كده يا باشا، مفيش غير بوب واحد بس. طب ما تطمنش قوي كده. ليه يا باشا؟ بلغك ان حد زعلان مني؟ لا خالص، بس اوعى تشتغل شغلتنا دي وتطمن ابدا، عشان ساعتها مش تلحق تاخد نفسك. مش لسه بقول لك ما تديش الامان؟ يدوم الواجب يا باشا. قول لي يا جمال. ماشي يا جمال. ده معرفه قديمه بقى. الامن شغال معاه من زمان، عنده رجالته وسلاحه وبيسمع الكلام. يا نهار اسود، ده الحكايه كانت بلد جوا بلد وامن جوا امن. هي طول عمرها ماشيه كده، بس ما حدش كان بياخد باله. قولي صحيح، مين بقى اللي كانت معاك لما حطوا عليك؟ قول ما تتكسفش. هو قال لك؟ طبعا قال لي. هو ده بيسكت؟ لا دي حاجه تانية خالص. حاجه تانية خالص؟ لان 15 سنه كل ما اسالك على واحده تقول لي حاجه تانية خالص. ماشي يا سيدي، حاجه تانية. ايه بقى ظروفها؟ اسمها ربا، مهندسه وموكله عندي. جات لي في قضيه كده. وبعدين؟ مش هقول لك بقى الكلام المحفوظ اللي هو كنت داخل الموضوع في الاول بهزر وبعدين قلب بجد. انا من اول ما شفتها ثبتتني، ما بقتش عارف اتحرك. يا اخي بصيتها ليا وكلامها وطريقتها. ولا برأيتها؟ برأيتها. والله البنت دي شكلها بتشتغلك، واللي عملته طول عمرك بيطلع عليك دلوقتي. عيب عليك. ماشي، المهم طمنتها عليك؟ اه كلمتها. وقول لي بقى، هي ظروفها ايه من ناحيتك؟ ايه ده؟ لا بجد انا عايز اعرف ايه ده؟ ده انا؟ بص يا كومي، الصور المنشوره في الجرنان. نهار اسود. يا دكتور، الموضوع اتلحق صادر من المطابع والحمد لله. يا ريت كل المصايب صور وجرايد يا دكتور. انت حمار يا كومي؟ عايز تجيب مشكلتك زي مشكلتي؟ العفو يا دكتور، بس في الحقيقة أنا حاسس إن مشكلتي أنا هي اللي ملهاش حل. لأنها مش مشكلة أصلاً يا أخوي. إيه يعني؟ شوية حرامية وطلعوا على عربية فلوس. عايزهم يعملوا إيه؟ هيفسوا العجل؟ ما لازم يسرقوها. عارف ليه؟ لأنك عبيط. ده غير بقى إنك بتشتغل من ورانا. فهي الجديد يعني. لما تعالى هنا بص. مين مجنون يبعت صور شخصية زي دي الجرنان؟ وأنهي رئيس تحرير حيوان يقرر إنه ينشرها من غير ما ياخد إذن؟ لازم يتأدب سعادتك، يتأدب. ده أنا هعلقه من، لا ده أنا هصوره هو ومراته في أوضة النوم عشان يتقص. الغريبة إن الصور دي اتبعتت لكذا جورنال، ده الوحيد اللي اتشمل وقرر إنه ينشرها. إيه؟ مش عارفين نحكمها؟ اسحب إعلاناتك من عنده يا كومي. حاضر يا فندم. وبلغ كل اللي تعرفه في غرفة الصناعة يعملوا كده، مفهوم؟ اعتبره حصل. لكن أرجع أقول العيب مش عليه. العيب على السنيورة اللي بعتت له الصور. ماشي يا لولا، ماشي. هو ده الموضوع اللي سيادتك كنت عايزني فيه ولا في أي حاجة بخصوص الموضوع بتاعي؟ ما قلت لك ده مش موضوع يا كومي. ما خلاص يا أخويا، اللي راح راح. سيبني دلوقتي وحياة أبوك. حاضر يا فندم. هنزل سيادتك. لحظتها حسيت إن قلبي هيقف. اتجمدت في مكاني وبقتش عارفة أتحرك. اصلا انا مش فاكره انا نزلت الشارع تاني ازاي بعد ما شفت الشقه كده. جريت على السلم ولا ركبت الاسانسير؟ نزلت علشان اكلمك. سمعت التليفون بيتاخد منك وبيتقفل. قلت خلاص انا اقف مكاني لغايه ما يجوا ياخدوني انا كمان. الدنيا كلها اسودت في وشي. لا خلاص يا رب، ما فيش حاجه. وبعدين اللي حصل ده احنا كنا متوقعين، عشان كده طلبت منك تخفي الحاجات دي من عندك خالص. صح، انت كان عندك حق. انا دايما عندي حق يا رب. من ساعة ما عرفتك وانا حسيت ان انا عايز اساعدك واقف جنبك واحميكي. بجد اشرف، انا مش عارفه اشكرك ازاي. انت مش محتاجه تشكريني، انت الانسان الوحيد اللي وقفت جنبي الفتره الاخيره. ازاي؟
يا رونا من ساعة ما عرفتك وانا بشوف الدنيا بعينك، عين طيبة وبريئة. انت غيرتي حاجات كتير قوي فيا يا رونا. انا كنت عايش حياتي على فكرة، خروج وسهر وبنات، لحد ما جيت انت في حياتي رميت كل ده ورا ظهري وبقيت عايز اتغير للأحسن. بس انا فعلا بشوفك انسان كويس من اول ما عرفتك. ما تتغريش بالمظاهر، اشرف اللي بتشوفيه بعينك ده هو ده البني ادم اللي انا عايز اوصل له بجد. انا مش فاهمه انت تقصد ايه بالكلام اللي انت بتقوله ده، بس اكيد هبقى سعيده قوي لو كنت سبب في حاجه تغيرك للاحسن. وانا مش عايزك تبقي سعيده بس، انا عايزك تبقي مطمنه كمان. اكيد. امال ليه شايف عينيكي خوف؟ دي مش مطمنه حتى في الوقت اللي بنبقى فيه مع بعض يا رب. انا اكيد ببقى مطمنه، كفايه ان انت الشخص الوحيد اللي جريت عليه لما واجهت مشكله علشان اتكلم معاه واطلب مساعدته. طب ولو مفيش مشكله هبقى في بالك برضه. جاوبيني. بس يا اشرف انا عارفه ان انت بتحاول تطمني وبجد حاسه ده ومتاكده منه كمان، بس انا في الاول محتاجه اطمن من جوايا ومحتاجه اطمن على رضا. ماشي يا رب، وانا هفضل جنبك لحد ما تطمني وتيجي تقولي الكلام ده بنفسك يا ستي. ماشي بس يا سيدي لقيته راجع وبوزه شبرين. مالك يا كومي في ايه؟ انت حمار يا كومي، بتشبه مشكلتك بمشكلتي. يا عيني يا كومي، مستعد ادفع نص الفلوس اللي اتاخدت واشوف زيتون ببعزها وكده. ادفع من فلوسك انت حبيبي، مالكش دعوه بفلوس. وفلوسك وفلوسي ايه يا قمر؟ مش واحد. لا يا روح قلبي، دي فلوس الحمار. انت ايه اللي جابك دلوقتي؟ مش معدي كمان ساعه؟ قلت هاجي ساعة بدري يعني عشان خش على جوه. يلا حاضر. مين دي يا لولو؟ ها؟ دي واحدة. والله؟ تصدق كنت فاكراها واحد. مين يعني سكرتيرة خدامة أول؟ ما أنت عارفة بيت من غير واحدة يا ست ما ينفعش. طب بس ما كنتش فاكر إن دماغك سم كده. قلة صاحب التعابين تتعلم القرص يا حبيبي، ومراتك ما شاء الله عليها أول حاجة علمتها لي. خلي بالك بقى قالوا لي أحسن تلدعك واحدة ما تقومش منها. أنا غلبان يا حبيبتي وأنت عارفة. غلبان؟ بالفلوس والذهب ده كله غلبان؟ إحنا هنبص لبعض ولا إيه؟ ما يحسد المال إلا أصحابه، الحيطان ليها ودان مش كده؟ على رأيك، إيدك على شيك محامي الحمار. شوف سارة فين؟ لعبها معانا صح الصراحة. حكاية إن الواد يقول على اسم الجمال الجبالي دي ملعوبة بحرفانة. ما يجيبها إلا ستاتها. وست الستات كمان. ولو إن جمال صعبان عليا، ما كنت خليه يفتكر الشيخ نوح زي ما كان فاهم. ده على أساس إن الكومي هيعمل إيه يعني؟ ولا حاجة يا روحي. هيستنى نوح لما يخرج من السجن ويقرره بمعرفته، ويقعد ينكش لنا في القديم حوارات ملهاش لازمة. على رأيك، وهو كده كده جمال هربان ما يجراش لما ملفه يزيد قضية يعني. قضية؟ ده انت طيبة قوي يا لولو. قضية ايه يا حبيبي؟ الكومي مش بتاع قضايا، الكومي بيخلص على طول. لا يا فراولة، احنا ما اتفقناش على كده. وانت مالك؟ اللي يصعب عليك يفرق. ولا تكون فاكر ان انا هسكت لجمال لما يجي لي بيتي ويقول لي هرجع لك جوزك حافي وشحات. خليه يشوف الحافي الشحات ده هيعمل فيه ايه. يلا اديني الشيك. اتفضلي يا مرات الغالي. مرات الحمار. الشاي يا سي علي. لا خلاص مش عايزين. هستأذن انا بقى يا سي علي. باي.